Rabbim, bu ne büyük acılar. Ay o dostlar yetişin. Ay, ay Allah. الحين احنا في مرحلة تحضيرنا للعرب بورد. بعد لنا تقريبا 27 يوم يوم الامتحان. امتحاننا يوم 21 ديسمبر. اليوم التاريخ 23 نوفمبر. تقريبا بعد لنا اقل من شهر للامتحان. انا عندي تقريبا كل هالشابترات المهمة اللي لازم اسويها، اللي هي بعد لي من الاصل ما مسويتها، وبالاضافة الى مراجعة ومراجعة الشابترات هذه وحل باقي الكتب اللي حتدخل في الامتحان. فبالنسبة لامتحان العرب بورد للعلاقة في الأطفال، إن مفترض نحل مجموعة من الكتب، أشهرها كتب دكتور موسوي، وبعدها في عندنا البروبات، وبعد في عندنا SKMC كورس، كورسات العرب بورد أصلا، وعندنا الباست بيبرز. فهذه المفترض كلها أخلصها في 27 يوم مع مراجعتها، مع إن يعني كلمات يعني متقاطعة عن الأطفال، يعني شغلات بسيطة عنها وكذا، يعني ندخل الامتحان. الله يسهل، حنشوف كيف خلال 27 يوم كيف حندرس الأطفال كامل. الحين احنا بالشابتر الأكثر إزعاجا في الكوكب، الديفلوبمنت شخصيا. الحين ديفلوبمنت هذه الورقة اللي تطبعها حتى أعلقها، مشكلة الطابعة الله يستر عليها، بطلت تطبع صارت كذا. المكتبة طبعا تصيب بالنعاس لدرجة بعد مرة باردة، يعني بحيث الواحد يجي يمرض فيها ويطلع. أنا كنت قاعدة قدام هناك، بعدين رجعت جيت هون أساس اللهم الكوايت زون، ما في حد أصلا يعني، بس هناك إيش يعني، قلت إذا الواحد يريد يرتاح هون شوي مد أدرج له هيك على راحته، أنا قاعد برا. المهم فأنا صراحة نعست الحين، قول لو نكون بالبيت ممكن أنسدح على سريري الحين، وأنا أنسدح وبرد. ما خلصنا صرت تقريبا 12:30، الحين برجع. ما خلصت الانفكشوس كالعادة، ولا عمري أخلص جبتر مع بعض، راح أروح وأشوف. أكثر شيء مزعج في الحياة أنه تضيع في باركينج مكان ما تعرفه، كل أرقام B1 B2 B3، بعدني تايهة يعني وين الباب، أريد أشوف الباب الحين. بس كلها سيارات نفس بعض بعد ما شاء الله، يعني I don't know how to break in the bad news. بس apparently نضاف لي مجموعة الكتب المفترض نحلها قبل امتحان كتاب جديد، نضاف إليها رودولف. هسه لازم نقعد نحل رودولف خلال الأيام القادمة. هذا شي فاني الحين قاعد أحل، يعني يقولون إذا نريد نسكت البيبي إيش الشي المفترض ما نسويه، كاتبين نحطه على مال مجففة الملابس وهي تهتز ونسكته، يعني هذي التصرف المفترض ما نسويه. يعني تعرفون ما خطر ببالي انه ممكن احد يخطر ببالي انه يحطه على الغسالة الهدوم ولا على مجففة الهدوم، يعني غريبة. باقي تقريبا 5 أيام على الامتحان وخلاص صرنا ندرس من على السرير، تعبنا خلاص جد، يعني كل شغلة ندرسها ننساها، الشغلة صارت يعني مرة مزعجة. طبعا أرسلونا البورد العربي إيميل، قاعد ننزل فيه البرنامج راح نمتحن فيه، قاعد أنزل أشوف يعني بكرة أظن راح يسوونا موك إكزام، ما أعرف إذا إحنا أصلا ما حنتواصل معانا، قالونا أنتم موك إكزام مالكم وين كم الساعة، أوكي قالونا المكان حنمتحن فيه بس ما قالونا كم الساعة، إيش نسوي، نجي ما نجي، إيش عرفنا. تقريبا بعد 3 أيام من الامتحان، نحن بعدنا تقريبا عندي في كتاب لازم أخلصه، وبعدين أراجع على الكتاب الأصلي المفترض نخلص عليه وأحل الأسئلة السابقة. نحن اتفقت مع البنات اللي مع دفعتي إن نقعد نحل الأسئلة السابقة مع بعض، خصوصا إن إحنا ما عدنا أجوبتها، حتى أنا كنا نتفق على الإجابات وكذا، حتى يعني نسهل الوضع على حالي. إن شاء الله خير. راح أسوي فحص كوفيد، اكتشفت إن السيارة التاير مالها فاشش،
الحين رحت البترول ستيشن يعبوها، كانت خيار وسبعة بالبداية، الحين صار الحمد لله 25. كنت ما أدري كيف أمشي. بعد تقريبا يوم واحد، شوف ايش على المحادثة، يوم واحد على الامتحان. اليوم هو خلاص صار الأحد، دخل الساعة 12 الحين إن شاء الله. على عندي مجموعة من الشغلات المفترض أسويها بعدين ما خلصت. عندي مو سويز، وعندي ريبريبس، وعندي SKMC كورس قالوا لي ركزي عليه كثير، وعندي نوتات من مجمعة، عندي الباس بيبرز أمر عليهم مرة ثانية، وعندي بنفس الوقت الكتابة قلبه ونوتاتي كلها أنا أمر عليها مرة ثانية. هل سوف أخلصها في يوم واحد؟ ما أدري، بس إن شاء الله خير، وإن شاء الله يعني نقدر يعني نسوي اللي نقدر عليه. طبعا احنا بما انه امتحاننا اونلاين فارسلوا لنا سوفت وير، السوفت وير لازم يعني نفعله بعدين حتى يفتح معنا الامتحان. فانا الحين اصلا السوفت وير ما قاعد يفتح معاي، ما ادري كيف يعني حضبطه. وبعد احنا عندنا بكره امتحان تجريبي مكان الامتحان، وين راح نسوي بعد هذا؟ ممكن احنا نروح نشوف عندهم ايش ممكن نسوي، بس هو اصلا هذا بطل يشتغل ما ادري ليش. طبعا الخطوات يعني مو بس معقده، يعني ما اعرف ايش، يعني كل شوي قاعد نعيدها، كل شوي نكتب شغلات زايده. 1000 مره كتبت الباسورد، 1000 مره بدلتها، 1000 مره كل شوي اسوي نفس الحركه كله مشان امتحان. كيف الخطوه النهائيه؟ خلاص يعني الحين تقريبا خلصت، لما تطلع لي هاي الشاشه فخلاص الحين حسكر وارجع اذاكر. انا كنت مسجله مكان مشان يبعث لنا تياتر كان ريفيو هالشغلات. شوف ايش بعث لي، شوف ايش بعث لي، مسجله مكان على اساس انه بيدياتريك وكذا. بعث لي قبل يوم من امتحاني why I failed the pediatric board reason number one، كاتب ال reasons حقه. You know, I'm studying only the questions papers. يعني don't study, don't memorize them, don't have. Okay, I'm not memorizing. بس يعني أنا كده بس شو حالي يعني. كل إنه أنت قاعد تفكر تأفكت the repetition of the core of gathering content. يعني والله إيش الحظ المعفن هذا. صباح الامتحان طبعاً وال يعني blank. انا من الليل ما نمت، يعني نمت تقريبا ساعة من العشرة ل 11، بعدين صحيت على 11 خلاص للحين، يعني الساعة الحين الساعة 7:30 وخلاص. انا ما يعني مو عارف اصلا شو اراجع. عندي هني الباس بيبرز يعني حليت اخر واحدة حسيتها اوكي، بعدين اللي هني الموسوي الشغلات اللي معينتها الديفلوبمنت SKMC ما اعرف ايش، ما اعرف من وين ابدا اصلا. أنا مش واخدك عشان تسواد عيونك، لكن مفيش حاجة أعرفها غيرك هنا. خلص الامتحان الحين طلعت تقريبا، ودعنا البنات وطلعنا. الامتحان ما نريد نعلق عليه كثير، في أسئلة معادة من كتاب موسوي، وفي كثير أسئلة ما أدري من أي مريخ جايبينها. طب إيش يعني هم يريدوا يسووا في النهاية؟ يعني ما أعرف وين يريدوا يوصلوا. سألنا غيرنا قالوا هو أصلاً في العربورت هيك أصلاً، يعني جيبوا أسئلة تعرفوها وأسئلة ما تدروا من وين. حتى الباست بيبرز يعني عندي يقولون باست بيبرز، لا ما جاء من الباست بيبرز. الله أكبر والحمد لله على نصره المبين، وليخسى الخاسر.